أزل. طيب الجزء الثاني انا عايز اتكلم على ارتفاع اسعار الكهرباء. يعني طبعا دي مشكله موجوده في مصر كلها، مش بس عندنا في دايره الزيتون بس، الناس كتير وبالذات يعني الاهالي العاديين، وان حضرتك كنت بتقول ان هي طبقه متوسطه، وللاسف الشديد هذه الطبقه كمان بتنحدر ورايحه تندثر. هي يعني هي ما بقاش في طبقه متوسطه، هي ماشيه لتحت شويه. فمشكله في هذه الكهرباء وتعريفه الكهرباء وتعريفه السعر، والناس بتجي لها ارقام بقى فظيعه، 2000 جنيه بقى و1000 جنيه، والمحلات 10 15 ألف جنيه، اللي هم احنا هنعمل ايه في كل ده، ونحط عليهم الزباله كمان ومفيش زباله بتيجي تتشال. حضرتك هتعمل ايه بخصوص هذا الملف؟ دي مشكله عامه الحقيقه مرتبطه بالاداء الحكومي بشكل عام. الاداء الحكومي انا شايفه في فيما يخص اسعار الكهرباء، اسعار الميه، احنا عمرنا ما كنا بنخاف من اسعار من فاتوره الميه مثلا، كانت طول عمرنا تيجي كل 5 6 شهور ب 5 جنيه ب 10، مفيش حد فاتوره الكهرباء الناس بتخاف منها. بعد كده بقى حضرتك اللي في جمعيات خيريه، كل شركه الكهرباء تقول لك ايه؟ لا هنبعت لك حد يعمل مقايسه تاني، في يعمل مقايسه تاني ويظبط الدنيا فتجيلك الفلوس اكتر، فتقول يا ريتني ما كنت كلمته. لا هو التعريف هو في مشكله في اداء الحكومه في زياده التعريف، هم فاهمين ان، وحقيقه للاسف ان هم اقنعوا الرئيس بكده، دي برضو مشكله يعني مهمه. الحل ليس من جيوب المواطنين، حل عجز الموازنه ليس من جيوب المواطنين. احنا هنتصدى انا اول حاجه عملتها يوم زياده اسعار الميه ان تقدمت البيان عاجل للحكومه. طبعا الحكومه ما حلفتش ليه، ما ادتش ليه لسه قدامنا لسه لم يتم اعتمادها، ما ادتش بيانها يعني، فاحنا ما قبلش لسه، بالتالي لم يحاول. طب انت هتقبلوا الحكومه الجديده بمناسبه انت جبت سيره الحكومه؟ يعني انا اكيد في اكيد عندكم تسريبات، التشكيل الجديد هيبقى عامل ازاي؟ في تشكيل جديد، هو احنا بنتكلم في تشكيل حالي يا استاذ. لا لا انا بتكلم، هو المفروض السيد الرئيس يوم السبت هيجي يقدم يعني هيقول بيانه، يلقي بيانه للبرلمان، وبعد كده المفروض انتوا توافقوا على الحكومه، فهو هيبعت لكم اسم رئيس الحكومه ورئيس الحكومه هيعمل. موجود حضرتك، هو مش حضرتك تعرفي ان في اي حته بينتخب فيها مجلس نواب المفروض الحكومه تستقيل؟ ما هي هتستقيل باذن الله المفروض، يعني المجلس ماشي. نواب بقاله شهرين هم بيتعاملوا مع هذا المجلس كانه لم يوجد، في ظل انتخاب مجلس النواب تزيد اسعار الكهرباء وتزيد اسعار الميه تاني ويتعقد اتفاقيات ويتغير اسعار الجمارك دون الرجوع الى البرلمان، دون الرجوع لمجلس النواب واعتباره هو العدم واحدا، وانتخب مجلس نواب ولا تقدم الحكومه، وان انتم ماضيين على ولا بيار، ولا تقدم الحكومه استقالتها، ولا يتخيلوا ان احنا نرفض قانون يعني. طب ثانيه واحده، هي دلوقتي الحكومه حضرتك بتطالب ان هي المفروض ان هي تستقيل، كان المفروض تستقيل من اول من شهرين. ثانيه واحده، طب هي استقالت وهنجيب امتى حكومه ثانيه؟ هو المفروض عند انتخاب اي مجلس نواب الحكومه بتستقيل. ومين يسير الاعمال؟ اسمعي ما انا بسمعك اهو، مين يسير الاعمال؟ الحكومه دي بتبقى حكومه تسيير اعمال لحين تسميه الرئيس او الاغلبيه اللي موجوده جوه مجلس النواب رئيس مجلس يقدم برنامج للحكومه واسماء الاعضاء فيحظى بقبول او برفض مجلس النواب، كويس كده؟ الحقيقه الحكومه دي لا تؤدي اداء حكومه تسيير الاعمال، تؤدي اداء الحكومه المطمئنه الى انها باقيه وان سياستها نافذه، كويس؟ ودي كارثه. والحقيقه النواب ادائهم في الحكايه دي مش بطال، يعني بيقولوا رفضوا قانون الحكومه، اللي هم ما كانوش متصورين ازاي ان هم هيرفضوا قانون الحكومه. في الحقيقه يعني بمنتهى الامانه، اسعار الميه واسعار الكهرباء واي قوانين بتحل مشاكل الموازنه من جوه المواطنين احنا هنتصدى ليها ونقف ضدها بشكل واضح.